فين كتختار تلعب الكره في المغرب كتعلن الحرب بكري مع بزاف ديال الواجهات، ماشي حيت انت كتقلب على الصداع، ولكن الظروف اللي مأطرة الممارسه في المغرب هي اللي كتخلي الواقع يبان هكا. نهار اختاريت انني ندخل مدرسه حسنيه اكادير كان عليا نتحمل الهضره ديال الوالديه اللي كانوا كيشوفوا في القرايه هي الوسيله الوحيده اللي تقدر ترفع من مستوانا المعيشي، ومن جهه اخرى كان عليا نتقاتل باش نحاول نوفق بين الكره والدراسه. كنت على ظهري كنهز جوج ديال الاحلام، شكارتي كانت كتعمر كل صباح بالدفاتر وبحوايج الكره. حاولت جاهدا انني ما نفرط في حتى حاجه الى غايه ما وصلت للفريق الاول وقدرت نحقق الحلم ديالي ونرضي والديا اللي ما قداتهم الفرحه نهار شافوني قدرت ننجح في الاختيار ديالي. السلام عليكم، معكم كريم بركاوي، تابعوا قصتي على سكان الكوره. قبل ما نبداو ما تنساوش متابعينا تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب اذا عجبكم الفيديو. بطبيعه الحال بهذه الطريقه غيقدر الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس وغتشجعونا في نفس الوقت باش نزيدوا نطوروا المنتوج اللي كنقدموا لكم، وهذا الشيء اللي كنحاولوا نديرو من اول نهار بدينا الخدمه في القناه. ضيف حلقه سكانير هذه المره هو المحبوب الاول عند جماهير حسنيه اكادير كريم البركاوي، ود الفرقة اللي كان من بين الجيل اللي حرر بلاصة لأبناء المدرسة داخل الفريق الأول. اللاعب جرينا معاه حوار مطول كشف لنا فيه أبرز المحطات الشخصية اللي داز منها قبل ما يبان أمام الجمهور، إضافة إلى ما عاناه وراء الكاميرات وأعين الناس باش يقدر يوصل الأحلام ديالو. هاد الشيء وتفاصيل أخرى غتكتشفوها في الحلقة اللي غتكون شيقة إن شاء الله، لذا كنصحوكم متابعتها حتى النهاية. كريم البركاوي تزاد سنة 1995 بمدينة أكادير وبالضبط في درب الخيام، وهو نفس الدرب اللي تزاد فيه بديع أوك والديه حتى هما من مدينة أكادير. كريم كبر في حي شعبي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كانوا الأسر متلاحمين مع بعضياتهم كيفما الصورة اللي كنشوفوها في كل الأحياء الشعبية المغربية، وكان حاضر على تحول درب الخيام من حي صفيحي إلى حي فيه سكن منظم. البدايات الكروية ديال البركاوي كانت على أرضية ملعب المساحة اللي معروف بدرب الخيام، تما كان كيبين الموهبة ديالو كل سبت وأحد خلال دوريات الأحياء. كان كريم ديما كيختاره ولاد الدرب باش يلعب معاهم ضد الأحياء الأخرى، وحتى من الدراري الكبار كانوا كيعيطوا ليه باش يدخل معاهم في الفرقة. حمزة كان من بين الدراري اللي معجبين بموهبة كريم. هاد الطفل كان كيلعب مع فريق شباب الخيام، المدرب ديالو شفيق كان وصاه يجيب شي دري اللي كيبان ليه كويري. مشى عند البركاوي وعرض عليه الفكرة، خبره بأن التدريب كتكون كل نهار مع السبعة ديال العشية والمباريات كيلعبها الفريق نهاية الأسبوع. هاد الفكرة عجبات كريم بزاف وقال علاش لا ما نجربش حظي مع شي فريق. داكشي اللي كان كريم مشى تلاقى هو مجموعة من الدراري الصغار مدرب شباب الخيام لفئة السومينيم أي اللي كتسبق الصغار، وبعد ما عرض موهبته أمام أعين المدرب تعجب به بزاف وطلب منه يجيب أوراقه بسرعة باش ينضم للفريق. كريم تأخر بزاف باش يجيب الأوراق، والفريق ديالو كان ديما كيبغي يدخلو في اللائحة وما كيلقاش الطريقة القانونية سامحة ليه. احتاجت واحد المباراة مهمة أمام نادي الجرف اللي كانت غدا تجرى في إنزقان. الإدارة ديال شباب الخيام كانت معولة بزاف على البركاوي وقلبات على شي حل باش تقوم بالتأهيل ديالو، عطاتو بطاقة ديال دري آخر ووصاتو باش يتقمص الهوية ديالو. داكشي اللي كان لعب المباراة باسم آخر وقدر يسجل هدف في هذيك المباراة اللي سالت بفوز الفريق بهدفين لواحد. هاد التفاصيل مازال عقل عليها كريم مزيان وكيتفكرها بحنين كبير. مسيرة كريم مع فريق شباب الخيام بقات متواصلة لمدة سنتين. السنة الأولى لعبها كوسط ميدان دفاعي قبل ما يتحول في السنة الثانية لصانع ألعاب، وبدا كيشغل مجموعة من المراكز ذات النزعة الهجومية. في هذه المرحلة مع فريق شباب الخيام كان لعب كريم مباراة ضد حسنية أكادير انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لهدفين، ومسؤول الفريق الأكاديري عبروا عن إعجابهم الكبير به، لكن مسؤولي شباب الخيام رفضوا يسمحوا له بالانتقال بعد ما اتفقوش على التفاصيل المادية. البركاوي
كان بقى فيه الحال بزاف مني ما قدرش ينتقل لفريق الحسنية اللي كان هو الحلم ديالو، لكن الخبر السعيد غيجي مع نهاية هذا الموسم. مع نهاية الموسم العصبة كانت قررت أن كل لاعبين صبحوا أحرار وبإمكانهم ينتقلوا لأي فريق بغاو. هنا كريم ما قدته فرحة وفكر في أنه يلتحق بالحسنية. كان واحد السيد معروف في درب الخيام الاسم دياله محمد طه هو اللي وقف معاه، بحيث كانت عنده معرفة شخصية بمدرب فتيان حسنية أكادير. بالالتحاق دياله للحسنية كان كيظن كريم أن الفرصة غتعطاه باش يولي يلعب مع الحسنية ضد فرق المغرب بصفة عامة، عكس ما كان مع شباب الخيام اللي كان كيلعب غير ضد أندية المنطقة. لكن مدرب الفتيان ما كانش تعجب به بزاف، حيث كانش عنده الأولوية هي القوة البدنية، وهذه ما كانش هي نقطة القوة ديال كريم. داكشي لاش قرر المدرب يوضعه في الفريق الاحتياطي ديال الفتيان، وهنا لقى راسو مرة أخرى كيلعب ضد أندية المنطقة ديال أكادير فقط. هاد القضية ما نزلتش إطلاقا من عزيمة كريم. الأخير زاد الخدمة وبي الموهبة ديالو مزيان مع الفريق الرديف، كان دائما ما كيسجل، وهذا الشيء اللي خلى واحد المؤطر في الحسنية الاسم ديالو الحسين يبقى يمشي عند المدرب ديال الفتيان باش يقنعو بضمه للفريق، لكن ما كانش كيتقتنع. البركاوي واصل التألق ديالو والاسم ديالو ولا على لسان كاع الناس ديال الحسنية، كلشي كيتحدث عن وجود موهبة فدة في رديف الفتيان. هنا تزاد الضغط ورضخ مدرب الفتيان الرئيسي لفكرة ضمه للفريق. البركاوي التحق بفريق الفتيان في نهاية موسم 2009-2010. كان الفريق متألق في هذه السنة وقريب من يوصل المباريات النهائية دي الحسم البطولة. كريم حضر الآخر مباراتين خاضتهم الحسنية في أكادير، لكن بقى جالس في الاحتياط. في هذه المباراتين ضمنات الحسنية المرور لنصف نهائي البطولة. بعد وصول الحسنية لهذه المرحلة كان التحق بالطاقم التقني دي الفريق مدرب فئة الأمل باش يتعاون هو ومدرب فتيان على قيادة الفريق. هذا الأخير اختار أنه يعتمد بشكل مفاجئ على كريم بشكل أساسي في مباراة النصف أمام المغرب التطواني. كريم ما تيقش هذا الخبر في البداية، لكن على أرضية الملعب بين كاع داكشي اللي عنده وساهم في التأهل ديال فريقه بعد ما منح تمريرة الهدف. المباراة النهائية شهدات هي الأخرى مشاركة كريم بشكل أساسي، وتألق فيها أيضا بشكل لافت وقدر يحرز مع الحسنية لقب البطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على نادي المغرب الفاسي. هاد المباريات مع فريق الفتيان شهدوا تحول البركاوي من لاعب وسط ميدان إلى لاعب جناح لأول مرة. مركز كان جديد عليه ولقى صعوبة كيفاش يتأقلم معه في بداية الأمر، لكن ثقة المدرب خلاته يبين داكشي اللي عنده ويزيد يتطور في هذا المركز. ثقة هذا المدرب غتسمح ليه باش ما يطولش مع فئة الفتيان ويدوز مباشرة لفئة الأمل سنة 2011، أي وهو عنده 16 سنة فقط. وفي أول سنة لعبها مع فريق الأمل كان هالموسم هو الهداف ديال الفريق. بعد وصوله لهاد الفئة كريم بدا كيتيق في القدرة ديالو على الوصول للحلم ديالو، وحتى والديه بداو كيهتموا بمسيرته الكروية. في البداية والديه كانوا كيطالبوه بيركز في قرايته وكيطمحوا أن هاد القراية تعاونهم باش يحسنوا الوضعية ديالهم، لكن مع مرور الوقت بدوا كيتقبلوا فكرة أن ولدهم كيمارس الكرة وكيقولوا على الأقل غيبعد من الطريق الخيبة قبل ما يشوفوه قرب من الحلم، وتاقوا بأن ولدهم ولا على شفا حفرة باش يصبح لاعب مميز داخل الكرة المغربية. مسيرة كريم مع فريق الأمل طولت لمدة 3 سنوات بالنظر لأنه التحق صغير بهذه الفئة. كان عليه انتظر إطلاق الجامعة لدوري تشالنج باش ياخد أول فرصة ليه مع الفريق الأول. كانوا الفرق في هذه البطولة مجبرين على أنهم يدخلوا 3 لاعبين شباب. المرحوم مصطفى مديح كان نادى على كريم اللي كان عمره ما كيتجاوزش 17 سنة. في أول مباراة كانت مع شباب قصبة تادلة، لكن ما اعتمدش عليه في هذا اللقاء لشهد إقصاء الحسنية.
بعد هذه المباراة البركاوي رجع لفريق الأمل وواصل التألق معاه. الاسم ديالو كان تشهر بزاف ديك الفترة هو ورفيق الدرب ديالو بديع أوك، وهذا الشيء اللي خلى مديح في نهاية الموسم الكروي 2014-2015 يقرر تصعيدهم بجوج للفريق الأول باش يلعبوا آخر ثلاث مباريات. أوك لعب المباريات الأولين بجوج، فيما كريم خد الفرصة ديالو آخر لقاء أمام جمعية سلا اللي كانت تأكد نزولها للدرجة الثانية. مع نهاية هاد السنة رحل مديح على الفريق وجا عبد الهادي السكتيوي، هاد الأخير هو المدرب اللي غيدير الثقة أكثر في كريم البركاوي. في أول موسم كان كيدخله في بعض المباريات وكيعتمد عليه في الغالب في الشوط الثاني، هكا بدا كيتأقلم كريم تدريجيا مع الفريق وبدا كيطور مجموعة من المهارات اللي عاونوه أكثر في الموسم الثاني والثالث، بحيث أكد خلالهم مستواه المميز وبين باللي راه قادر يلعب على أعلى مستويات. وهنا بداو العروض كينهالوا عليه من كل جهات، سواء من الأندية المغربية، أندية الخليج أو شمال إفريقيا كقطر ومصر، إضافة إلى عروض من بعض الدوريات الأوروبية. كريم كان قريب من الانتقال في العديد من مناسبات الأندية الشرق الأوسط، لكن الشروط اللي كانت كتفرض والعروض المالية أيضا كانت كتخليه في الأخير يفضل يبقى مع حسنية أكادير في انتظار الحصول على عرض كيلبي الطموحات ديالو. بعد رحيل السكتيوي على الفريق كان المدرب الأرجنتيني ميغيل غاموندي تلميذ أوسكار فيلوني هو اللي جا الفريق. هذا المدرب كيعتبر البركاوي أن له فضل كبير في إظهاره. في حديثه معنا حكى لنا كريم أن غاموندي كان تعجب في نجل الحسنية كيفاش الكل كان كيخبره بأن البركاوي لاعب ديال الشوط الثاني فقط. كان كيقول له بالضحك واش كاين شي لاعب غير ديال الشوط الثاني. غاموندي لعب دور كبير في مسيرة كريم وحاول يحيد هاد فكرة الشوط الثاني من بال كريم، خبره بأنه غيولي يعتمد عليه من بداية المباراة، داكشي لاش لازم يكون مركز من البداية باش يقدم نفس الأداء المميز على طول دقائق المباراة. وكان كيزيدو في الثقة من راسه من خلال تأكيده ليه أنه أحد أبرز المهاجمين اللي دربهم في مسيرته التدريبية كلها. هاد الكلام كان كيخلي البركاوي يبين كاع داكشي اللي عنده فوق أرضية الملعب باش يجسد الكلام اللي كيقول غاموندي ويأكد باللي راه حقيقة. والساطع رفقة هذا المدرب يقضي أفضل مواسم له الكروية لحدود الساعة، خلالها قدر يحقق مع الفريق مراكز مشرفة في البطولة وتذوق معاه طعم التأهل للمنافسات القارية. على مستوى المنتخب الوطني البركاوي تقريبا كان حاضر مع جميع الفئات العمرية، كان تلقى دعوات الحضور انطلاقا من فئة الفتيان مرورا بفئة الشبان اللي كان كيقودها الإطار عبد الله الإدريسي والمنتخب الأولمبي تحت قيادة بن عبيشة، وصولا إلى المنتخب المحلي اللي تمات المنادات عليه في فترة السلامي وفي الفترة الحالية مع عموتة. البركاوي أكد بلي التواجد ديالو مع المنتخب الوطني كان دائما ما كيزيدو الثقة في راسو، وكان كيعطيه عزيمة أكبر باش يزيد في الخدمة على أمل يتلقى الدعوات في كل المناسبات اللي كتجي من بعد. حاليا البركاوي مازال كيقضي موسم جديد مع حسنية أكادير وكيطمح لأنه يبلغ أحلام أخرى كالاحتراف والمنتخب الوطني الأول. وخلال نهاية حواره معنا أكد لنا أن وصوله لهذا المرحلة ما كانش سهل بتاتا، عانى بزاف خلال مرحلة المزاوجة بين الدراسة والتكوين داخل الحسنية، بحيث كان كيكون مجبر أنه يدي معه المدرسة الكتوبة والحويش ديال الكرة، زيد على هذا الشيء أنه كان مجبر على أنه يخلي القراية في السنة الثانية ديال البكالوريا اللي صادفت صعوده للفريق الأول. قاعد الأمور كتوضح بالملموس أن اللاعبين المغاربة كيعانيوا بزاف قبل ما يوصلوا الأحلام ديالهم، لكن في نفس الوقت كيتأكد أن الإيمان بالحلم والخدمة ثم الخدمة كيخليه أي واحد يبلغ الأهداف دياله. في نهاية الحلقة ممكن تشاركونا رأيكم بخصوص الدوري اللي كتفضلوا ينتقل له البركاوي بعد نهاية مسيرته مع حسنية أكادير في التعليقات أسفل الفيديو. إذا كانت هذه أول مرة كتعرفوا فيها على قناة سكانير الكورة، ممكن أنكم تشاهدوا فيديوهات آخرين كاينين على القناة داخلين حتى هما في السلسلة ديال سكانير. ما تنساوش ديروا معكم سبسكرايب قبل ما تدوزوا تشوفوا فيديو آخر عندنا في القناة.